إذا نختم معك الجولة دكتور إبراهيم الصديق من السودان، ومنها نقرأ: وزير العمل الخريجون يحملون أكثر من شهادة ولافين صينية. انتقد وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد بابكر نهار ثورة التعليم التي انتظمت البلاد، وقال إن انتشار الجامعات بهذه الطريقة لا داعي لها لأنها أسهمت في انتشار البطالة وسط الشباب، وأضاف: أقول هذا الكلام بالصوت العالي وليس بالدس، ومسؤول عنه وجاهز للمحاسبة. وقال نهار خلال مخاطبة الاحتفال بيوم الخدمة في المجلس الأعلى للتدريب المهني أمس: هناك خريجون يحملون عددا من الشهادات لكنهم قاعدين في البيوت عايزين حق السكراتش، والليل كله في الواتساب والحفلات، ونايمين بالنهار ولافين صينية. وأضاف أن ثورة التعليم لا تتم بفتح الكليات النظرية، وزاد للمرة المليون: أنا ضد فتح أي جامعة إضافية أو كلية إضافية، وكفاية الموجود فليتم تجويده، داعية للاهتمام بالتدريب المهني من أجل تطوير البلاد. هل أسهم ثورة التعليم العالي في ارتفاع عدد العطالة بحسب حديث وزير العمل؟ أحسن يكونوا عطالة عندهم شهادات جامعية ولا عطالة عندهم شهادات ثانوية. الخيارات واضحة في النقاش بتاعت القضايا دي، لأنه محتاجة بعض. أنا مع الكلام بتاع نهار إنه الناس يجودوا التجويد التعليم وتطويره، ولأنه سوق العمل متغير، سوق العمل متغير، يعني سوق العمل بقت فيه تقنيات كثيرة، بقت فيه مجالات كثيرة جديدة، كثير من المجالات الآن بندرسها لقدام ما ممكن تكون محتاجين لها في كثير من سوق العمل. ولكن الاستنارة مهمة، يعني عشان ما نكون برضه عشان ما نربط سوق العمل بالعمل، سوق العمل غير مربوط كليا بقضية التعليم وعدد الناس المتعلمين. سوق العمل مربوط بسياسات الدولة، إما إنها سياسات انفتاح، سياسات الانفتاحية بتحقق سوق وحركة في السوق وتحقق معاه التضخم، لأنه يكون عندنا إشكالات، بيكون عندنا تدفق في رأس المال موجود في السوق كثير، فلما يكون في تضخم في حركة مال كثير بيكون في حركة سيولة كثير، بيكون في تضخم. نعم. وإذا كان بالعكس بيكون في سياسة انكماشية، سياسة انكماشية إن الدولة دا تمسك الوظائف ودارة تحجم القطاع الخاص ودارة تعمل كده، فبالتالي بيكون ما في سوق عمل، فبالتالي دي رهينة بها، ما عندها علاقة بالقضية بتاعت التعليم. القضية بتاعت التعليم دي قضايا التعليم الفترات الزمان ديك نظريات سادت في الأربعينات وبعدت، يعني النظريات الآن نظريات متقدمة جدا في مجال التعليم، إنه كيف إن الناس مجالات التقنية تتعامل مع مجالات الثانية، التقنية التكنولوجيا بتاعت العمل، الأسواق المفتوحة كلها مؤثرة في الحركة بتاعت العمل. لكن الجامعات بتعمل لك ناس بمستوى من استنارة، مستوى من التعليم، مستوى من المعرفة. نعم. أي كانت المجالات بتاعتهم حتى إذا كانوا نايمين أو مش الحفلات، أحسن لك من الناس يكونوا قاعدين فيها. فأنا أفتكر إنه قضية الجامعات دي ما نربطها بفتح الجامعات، ما نربطها بالقضية بتاع سوق العمل، لكن نربطها مدى جودة هذه التعليم. نعم. متى تطابق هذا التعليم مع سوق العمل. نعم دكتور. نعم دكتور، لكن إذا تحدثنا عن التجويد الذي يدعو له نهار، وبعيدا عن الحديث عن مشروعات تشغيل الخريجية التي سنتحدث عنها، لو تحدثنا عن التجويد في الجامعات ومدى الاهتمام بالمواكبة للمواد النظرية حتى، ومعرفة ماذا يحتاج سوق العمل حتى يتم تدريس المناهج في الجامعات بصورة المواكبة. نعم، دي النقاط المهمة، إنه إحنا كيف نحن ننظر للمستقبل وندرب أولادنا ومجتمعنا على المستقبل، ومش الجامعات نفسها، حتى في الأسر وحتى في البيوت، لأنه حتى الناس حتى الآن موجودين بقضايا اجتماعية، كيف إنه تطلع طفلك بيات اتجاه بيات. أفتكر إنه كلما بقى عندنا مجالات التلقي مفتوحة كلما بقى عندنا التفكير أفضل، يعني إنها بفكرة عن مجال اللغات الروسية في السودان كم، مجال اللغات الصينية في السودان كم، الصين اللغة الصينية الآن بقت السائدة في أفريقيا بشكل عام، الصينيين الآن انتشروا بقت الاستثمارات بتاعتهم في أفريقيا مؤثرة جدا. فأنت مجالات التقنية كم، مدينة التقنية عندنا وين؟ سنة 1999 صيني أنشأ له موقع سموه موقع علي بابا، الموقع الآن نسبة التداول بتاعه 254 مليار سنويا، رأس المال بتاعه. نعم. في يوم واحد الإيرادات بتاعته في يوم العزاب يوم 11 نوفمبر الإيرادات بتاعته أكثر من 25 مليار دولار. نعم. أكثر من ميزانية السودان 4 سنوات. فأنت بتتكلم عن مجالات جديدة في مجالات التقنيات، في مجالات التقنية نحن محتاجين نتحدث عنها. نعم. لكن ما نتحدث عن إنه الجامعات وثورة التعليم وعمل ثورة التعليم فتح جابتك الناس. نعم. يكونوا جهلة جابتهم وعلمتهم، بعد ذلك أنت تشغلهم ما تشغلهم. نعم. إذن بالحديث عن التشغيل نفسه والطلاب الذين تخرجوا، لماذا فشلت مشروعات تشغيل الخريجين في الحد من نسبة البطالة؟ نظريات تحت المعالجات
الممكن نسميها معليش مقطوعيه دي ما بتحل اشكال، لانه دي قضايا مربوطه بالاقتصاد الكلي. قضايا الاقتصاد الكلي تعالج البنيه الهيكليه للاقتصاد السوداني، الانفتاح بتاعه والتعامل بتاعه والتعامل معه مع المجتمع، القطاع الخاص، مشاركته، الانفتاح على اسواق العمل العالميه، المشروعات الكبرى اللي بتستقطب الناس، دي المجالات الكبرى في الاقتصاديات. ولكن الاسواق بتاع تشغيل الخريجين والتمويل الاصغر، ودي معالجات يعني زي الحقنه بتاعت البنادول اللي بتديها للزول عشان ياخذ عشان تقلل الالام بتاعته، لكن ما بتحلق لك، ما بتزيد لك بنيه اقتصاديه جديده، ما بتعمل لك اضافه للمكون الاقتصادي بتاعتك. فاعتقد انها هي يعني ممكن تكون تديك جرعات، تديك حاجه مؤقته، ولكن حاجات مؤقته. يعني انا اتكلم ضروري في بلد زي السودان يكون عندك مشروعات كبرى. نعم. المشروع الكبير بيستخدم ناس كثيرين، بيفتح مجالات عمل جديده، بشكل نقله في الاقتصاد. نعم. ونتمنى ايضا الاهتمام بقصه التدريب المهني في السودان ايضا لدفع التقدم في البلاد.